هل المعوق الكسيح عليه زكاة وعلى أولاده؟ إذا كان عنده إمكان يقصر زكاة الفطر فكل مسلم عليه زكاة الفطر سواء كان صحيحا أو كسيحا، وعلى أولاده أيضا الذين تلزمه مؤونتهم يزكي عنهم زكاة الفطر. أما إن كان يقصر زكاة المال إنه إذا ملك نصابا من المال وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة ولو كان مالكه معوقا. نعم، جزاكم الله خيرا.